وفي سياق موازن، أعلنت وزارة الإسكان انتهاء مهلة تحصيل القسط الثاني من الأقساط ربع السنوية لوحدات الإسكان الاجتماعي بعد غد. وقالت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد اليوم إن انتهاء فترة سداد الأقساط ينطبق على الوحدات التي سيتم تسليمها خلال عام. وأوضحت أنه سيتم بدء تحصيل القسط الخاص بالحاجزين المحولين من مدينة السلام والقاهرة وحاجزي المرحلة الثانية لمشروع من أكتوبر السادس من أكتوبر دهشور اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى منتصف مارس.